السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتقاصر معكم كيفية الحصول على شهادتين من شركة مايكروسوفت حول برنامج تيمز. للحصول على شهادتين الأولى في كريي ان انفيرونمون كولابوراتيف افيك مايكروسوفت تيمز، والشهادة الثانية خاصة بموديل بريزون ما دو تيمز EDU. لاجتياز هذه الاختبارات ندخل إلى أحد محركات البحث مثلا جوجل ونكتب مايكروسوفت إديكاسيون. قلت لاجتياز هذين الاختبارين وللحصول على هاتين الشهادتين نكتب في احد محركات البحث مايكروسوفت ايديكيشن. كنجيو لهنايا مايكروسوفت ايديكاتور سنتر، كنقرا عليها، كتفتح لي هاد لاباج هادي، كندير كونيكسيون. ملاحظه: بامكان كل الموظفين او الطلبه الحصول على هاتين الشهادتين وذلك باستعمال بريدهم الإلكتروني الوظيفي تعليم.ما والرقم السري لمسار الموظفين. يمكن لهم يدخلوا لهذا الموقع هذا كما انا تعليم.ما. انا راني فايت المسجل اللي اول مره كيدخل كيقولوا دير البريد الالكتروني ديالك، كيدير الاسم والنسب ايروباس تعليم.ما وكيكليك هنايا. كيطلبوا منه ايضا الرقم السري وهو اللي كيكون عندنا في مسار نت، كنكتبوه كنديرو سو كونيكتي. كتبان لي هاد الواجهه هادي، من بعد كنهبط لهنايا، كنهبط هاد هنا، اما كنمشي لاكسبلور لي كور لا باركوغيغ لي كور هنايا فرونسي، ان كليك هنايا. فاش كندخلو هاد الصفحه اما كنلقاهم هنايا هذاك الاختبارين بحال هاد هي واحد هنايا، او كنلقاهم جوج لتحت او في الوسط كنبحثو عليهم. نعقلو غير على الاسم كنبحثو ها الاختبار كريي ان انفيرونمون كولابوراتيف افيك مايكروسوفت تيمز، واختبار الثاني حول موضوع بريز اون ما دو تيمز. كنكليكيو على الاختبار الاول، كتعطينا هذه الواجهه هذه. بالنسبه لي انا راني اجتزت الاختبار وحصلت على 750 نقطه وعطوني الشهاده، لكن لا باس انني نعيد معكم. ريبروندر لو كور. للحصول على هذه الشهادة نتبع الفهرس التالي. شوفوا هاد الجدول هنايا، كاين الكور بسيط مثلا كان رقم واحد رقم جوج كولابوغي افيك مايكروسوفت تايمز، كنكليك عليها كيعطيني واحد الفيديو هنايا، كندخل نشوف داك الفيديو شنو فيه. الغالب ما كيكون مكيكونش فاتح نيت. كندوز ل بريزونطاسيون دو لانترفاس. هاد مايكروسوفت تيمز اللي حدثت لنا الوزاره ديالنا، اللي هو كنستعملو عند التعلم عن بعد، فيه كاع داك لي زيتاب كاملين، واللي غنشوفوهم في واحد الفيديو اخر بشكل مبسط وبشكل سهل جدا. كنقرا الدرس ديالي هنايا، كنشوف داك الارقام شكل اش كتعني شنو كتضمن. مثلا ان هي لاكتيفيتي، سا سيكسيون فوز انديك لي نوفيل بوبليكاسيون سو لا فورم دان شيفر كي اباري او دوسي دو لا كلاش. كنمشيو للكونفرساسيون، كنشوف هنا، كنقرا بتمعن. كريي اون ايكيب دون تيمز، هاسي كنشوف هنا كيفاش انواع ديال الفرق اللي يمكن لي نكرييهم في هاد الواجهه هادي. كنشوف خمسة ستة حتى كنوصل لثمانية. الدرس الثامن كنلاحظو تا هو مزيان، اللي كيخليني نفتح دي زونغلي دون لي كانو، وكنجي لتحت كنلقى الكيسيونير. هنا فاش كنقرا داك الدرس كامل كنلقى هاد الكيسيونير، كنكليكي عليه كيعطيني 8 الأسئلة، 8 ديال لي كيسيون. دونك خص كل واحد فينا يجيب 80% باش ينجح. يعني مثلا تيمز اون ابليكاسيون كي ريغروب لي فونكسيوناليتي دو سكايب اي اوفيس 365 dans une même interface. Oui, vrai. On va envoyer la réponse.
هي جواب صحيح. دي سويفون كيستيون 2. تيمز فو بيرمي دو ترافايي افيك لي زونسينيون اي لي زيليف دو فوتر ايتابليسمون فري اونفويي الى غير ذلك. بعد فاش كننتهي من كننتهي من الامتحان او من الاختبار البسيط اللي قلنا كنمشي البروفايل انا كنلقاو هنا الشواهد ديالنا كافيشي لي ديتاي كومون تيليشارجي افيشي لو سيرتيفيكا او يمكننا تيليشارجي السيرتيفيكا ديالنا هنايا وحنا انتهينا. شكرا لتتبعكم وان شاء الله الى فيديو اخر. ما تنساوش تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم.